بالنسبه للصوص ديال هاد الحوت اللي كنقدموا معاه واحد لاصوص اللي هي سهله وزوينه وديال المطاعم حتى هي. كناخذوا واحد ميتة، بغيتي تاخذ واحد الكميه صغيره كتاخذي واحد اربعه المطيشات كدير معاهم واحد جوج، تدير واحد جوج ورقه ديال سيدنا موسى، وكدير معاهم واحد البصله، وكدير معاهم فلفله حاره الا بغيتي الحار، ما بغيتيش بلاش. وكدير معاهم واحد ثلاثه فرع ديال الثومه ولا جوج فرع. المهم كتخلي هاد المطيشه كطيب في واحد الماء اللي يكون شويه قليل، ما يكونش كثير، لان المطيشه هي كتطلق الماء والبصله كتطلق الماء. ملي كيطيبوا كنحيد هذاك المزود الحار، وكنحيد هذاك الورق ديال سيدنا موسى، وكنطحن هاد المطيشه مزيان حتى تعطيني واحد لاصوص. هذيك لاصوص كنزيد عليها واحد معلقه ديال الكونسونطري ديال الطماطم، واحد معلقه صغيره، وكنزيد عليها شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر يازز، وشويه ديال الثومه بودره. وهكا الى صتها هذيك لاصوص بقات شويه خاطره، كنزيد عليها ميها وكنديرها فوق من العافيه، وكنبقى نخلط بداك الفوي حتى تتقاد لينا مزيان. وهكا كنحطها في الطبيطلات وكتجي معتبره، وواحد شويه ديال المعدنوس، نسيت المعدنوس يكون قطع مزيان رقيق رقيق رقيق، ما يبانش، يكون غير تيبان غير شويه. وهكا كنحصلوا على المطيشات ديال المطاعم، الصوص ديال المطاعم مع تترافق الحوت.